الموديلات الشتوي، اول حاجه الموديل اللي عليا. خلينا نتكلم الاول في الموديل اللي عليا عشان ما انساش. بصوا الموديل ده انا عايزه اقول لكم حلو قوي وسيمبل كده في اللبس، وكمه طويل بصوا لغايه فين، وليه حزام كمان بيتلم من هنا، تقدري توسعي وتضيقي على حسب جسمك. بصوا اهو، وفي منه الوان تانية وفي منه مقاسات، مش كده؟ بكام بقى الموديل ده؟ عاملين عرض عليه عشان متابعين حضرتك. الله يخليك. ب 280 بقت 250. كانت 280 يا بنات، نزلت 250 لمتابعين القناه. ما ننساش لما نيجي ان احنا نقول تابع قناه شماء الجوهري علشان تستفيدي بالعروض المعموله، ولو هتطلبي شحن برضو قولي. طيب نشوف بقى الموديل، اول موديل هنا. اتفضل. ده برضو نفس النظام، كان 280. 250 ان شاء الله. 280 يا بنات نزل 250، برضو في منه الوان. درجات الوان تانية برضو. يعني لما انت لبس لحد 120 كيلو برضو. تمام، لحد 120 كيلو. بصوا يا بنات، بصوا حلو قوي، واللي عليا كده برضو على فكره خامات جميله ودرجات الالوان حلوه قوي. انا انا عايزه اقول لكم شكلها حلو قوي. بصوا الشغل ده جميل جدا. تمام، دي كده كانت ب 280 نزلت ل 250 لمتابعين القناه يا بنات. طيب والموديل ده؟ ده زي اللي عليا. تمام، ده كده يا بنات اللون الزيتي منه، وفي الوان تانية وانا هعرض لكم لسه، يعني مش الموديلات دي وبس، لسه هنعرض موديلات تانية كمان. طيب وده؟ برضه دي عامله كانت 300. متابعين حضرتك بقت 250. 250. طيب انا عايزه اقول لكم دي عامله زي الفستان يا بنات. دي خامتها ايه؟ دي حاجه اسمها برش. انا عايزه اقول لكم عامله زي المهير شويه. جميله قوي. بصوا حلوه قوي دي. دي جميله. دي ما بتشكش بقى، خامه طريه وجميله قوي. جميله دي قوي يا بنات. دي برده 250 داخل العرض بتاعنا. تلبس برده لحد 130 كيلو. تلبس لحد 130 كيلو. العبايه بقى دي انا بحبها جدا. احنا كنا شايفين منها الصيفي، ده الموديل الشتوي بنفس الوان الصيفي. في الوان منها برده كتير. في الوان. بصوا يا بنات، كم والتطريز انا عايزه اقول لكم راقيه جدا في لبسها، وشياكه كده ومحترمه، وخامتها حلوه قوي، ودرجه اللون دي برده جميله. انا هحاول اوريكم منها الوان تانية كمان لان الموديل ده انا بحبه. دي بكام؟ 250 لمتابعين القناه. تمام، برده في منها يا بنات مقاسات والوان تانية. طب ودي؟ دي خامه برده برش، نفس الخامه الثانيه دي. دي خامتها جميله برده. تمام، موجود منها درجات الوان كتير، اكتر من 8 الوان. اللون ده جديد اصلا. اللون ده حلو قوي. ده لونه ايه؟ بتاعها بيجي على الجنب كده. تطريز يا بنات، جاي على ورا كمان من الجنب ورايح على ورا. ده زي لون المسترد كده. زي المسترد. عايزه اقول لكم لونها حلو قوي، يعني انا مش عارفه، انا عايزه اقول لكم بقى بصوا التطريز. لا بفضل الله فينش حلو جدا. بالظبط، احنا ما نشوفش العبايه برده وش كده، قلبي وشوفي حاجتك براحتك خالص وبعد كده اشتري. الناس هنا عندهم صبر وعندهم طولة بال بصراحه. بصوا كمان التفاصيل، الاستيك اللي على الكم ده انا بحب كده قوي، قاعده مع ناس بقى بتقابلي بيها حد، انت لابسه حاجه كويسه وبتتحركي براحتك. وصلنا ان شاء الله متابعين حضرتك، بس اهم حاجه ان هم يقولوا ان هم جايين تبع حضرتك. ما ننساش، ما ننساش يا بنات نقول ان احنا جايين تبع القناه. واستاذ ايه؟ محمد. استاذ محمد اهو يا بنات، عشان ما ننساش احنا هنا موجودين في فرع الطيار الدور الثاني. الله يخليك، احنا هنا موجودين في فرع الطيار الدور الثاني، محل 18 في وش الاسانسير مول صدناوي. وفي محل ثاني يا بنات فاتح جديد من يومين، محل الجوكر. محل الجوكر هسيب لكم الاعلان بتاعه كده، هسيب لكم اليافطه بتاعته او الدخله بتاعته في اخر الفيديو. في موديلات للعرايس، موديلات غير اللي موجوده هنا خالص، حاجات للعرايس للي يحب يروح برده يشوف وبرده يقول تبع القناه وهم هيعملوا معاه واجب. في الموديل ده كمان الترتر ده جميل قوي، عندي برضو درجات الوان كتير، برضو الترتر ده بيتغير. يعني مش الذهبي ده ثابت. تمام تمام، هو بيقلب كمان عندي، بس بيقلب ذهبي وبيقلب اسود كده معاه. تمام، خامته جميله برضو قوي. بصوا الاسود بتاعها، الاسود الكاتم. خامته جميله قوي. بصوا برضو جميله، لا حلوه قوي، جميله قوي، حلوه قوي دي يا بنات. بكم؟ عاملين عليها عرض، كانت 300 بقت 250 برضه عشان متابعين حضرتك. 250 لمتابعين القناه، احنا لغايه دلوقتي 250. معظم الشتوي عندي كده، بس عندي حاجات في 300 كده. في لمتابعين القناه 300 ولا؟ في حاجه يعني دريس زي كده تبع 300، بس ان شاء الله يعني هنظبط سعر. تمام، دي دي شبه اللي عليا، بس هي استك هنا على طول. ده زي الدريس برضه. برضه حلو قوي يا بنات، وباستك من هنا. دي كافيه تقريبا. ماشي، مش عارفه على مستر ده، مش هي درجته حلوه. درجه الكافيه حاجه حلوه. درجته جميله قوي. وبرده يا بنات التفاصيل، استك من هنا وفوق كده ليها صبعه صغننه، برده حلوه قوي.
والكم بتاعها اللي هو عامل زي الفانوس وتطريز صغنن كده من على الكم. جبير ده ولا لا؟ دي كلفه. كلفه؟ اه جميله قوي يا بنات. بفضل الله تدرس الغساله يدوي لا بكش ولا بيغير كل الشغل بصراحه، كل الشغل حلو قوي. انا شايفاه يا بنات جميل جدا. ده بكام؟ 200 برضه 250 ان شاء الله. 250 اه برضه يا بنات. في منها الوان ومقاسات ثانيه. ده لسه برضه خروج. دي خامه ثانيه بقى، دي خامه اسمها مخمر. ده قطيفه شويه خفيفه مش تقيله حلوه. ده لسه خروج كده. اه بصي يا بنات في شغل على الكم هنا، كسر كده والكلفه دي. عندي برضه درجات الوان منها كتير يعني. اه والحزام ده من ورا؟ اه حزام ممكن حضرتك تتربط لقدام وممكن برضه تتربط لورا يعني. بالظبط عشان تظبطي مقاسه بقى زي ما انت عايزه. انا عايزه اقول لكم شكله حلو برضه. في الشغل اللي على الصدر هنا ده، بصوا الشغل في هنا كده شغل، وهتلمي بقى بالحزام فهتلاقي المقاس بتاعه حلو قوي والموديل بتاعها جميل جدا. برضه في منها الوان ومقاسات ثانيه. جميله قوي دي. كانت عامله 330 مش عارف متابعين حضرتك، هيبقى 300. دي 300 تمام. برضو هنحاول نشوف منها لون تاني غير دي عشان ده غامق، نشوف لون على افتح شويه نبقى شفنا ال نفس الارضيه الخامه بس تطريز مختلف. تطريز مختلف. هوريك برضو لحضرتك يعني. تمام هنكمل بقى بقيه الموديلات مع بعض، تابعوني لاخر الفيديو. في كمان بقى يا بنات الموديل ده، بصوا انا عاجبني عندهم ان انت لابسه العبايه زي ما تكون فستان، هي مش عبايه. بصوا اول حاجه الكم لغايه فين والشغل اللي موجود كده الحاجات دي، وهنا حلوه عبايه حلوه واستك هنا في برضو كده ورا تمام، والكم طويل يعني تقابلي بيها حد وانتي كده حلوه. ده كده اللون الكحلي. برضو في منها الوان تانية كتير عنده ومقاسات تانية صح؟ الوان ومقاسات. ده المقاس اللي هو الوسط من ميديوم لارج اكس لارج دبل اكس يعني. تمام في من ميديوم لغايه اكس لارج دبل اكس دبل اكس لغايه دبل اكس لارج. دي بكام بقى؟ دي عامله 250 بدل 280. دي 250 بدل 280. وما ننساش يا بنات برضو نقول ان احنا جايين تبع قناه شيماء الجوهري علشان تستفيدوا بالعروض اللي معموله للقناه. الموديلات الشتوي هنا غير، انا عايزه اقول لكم انا احنا دلوقتي هنشوف الموديلات دي. حاجه زي كده دريس، ده دريس برضو خروج ده. اه هسيب لكم اللينك موجود في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. الدريس ده معروض على المانيكان تحفه حلوه قوي. اتفضل. في منه درجات الوان ثانيه برضو. بصوا جميل قوي وطري طري جدا. واستك من على الكم والكم بتاعه حلو. 120 كيلو ده دريس حلو قوي، لبس لحد 120 كيلو يعني في مقاسات اكبر. ده اول مقاس يا بنات. ده اول وفي منه الوان. اه في منه الوان كتير، حوالي اربع الوان. بص كده الالوان اهي زي ما هي متطبقه. بص كده الالوان اهي، في منه على الجنزيري وفي منه على الزيتي والكحلي، في منه الوان كتير جدا حلو قوي. ده بقى بكام؟ ده عامل 250. 250 بعد 280 تمام. كلها خصومات عشان متابعين حضرتك ان شاء الله يعني. تمام الله يخليك. عايزاكم بقى يا بنات تيجوا، اللي بيجهز واللي بيعمل مشروع واللي عامله مشروع اونلاين وكل حاجه، تعالوا شوفوا كل حاجه بنفسكم. واللي يطلب يا بنات لو سمحتوا يفرز والمندوب واقف. طيب لو حد اخذ حاجه ولقى فيها اي حاجه تبديل على طول عادي في وقتها ولا بعد ما بتاخد الحاجه؟ بعد برده ما تاخد الحاجه بفتره مش مشكله، اهم حاجه يكون الفاتوره بس مع حضرتك دي تمام. والقطعه تمام ما فيهاش اي حاجه. ده بالنسبه للي بياخد من المحل. اه في اي وقت. والشحن انا دلوقتي شحنت حاجه لحد البيت عندي وبعد ما فتحتها لقيت فيها مثلا حاجه مش عجباني اه ديفو او حاجه اه بديها لك في اي وقت برضو عادي. تمام اوكي عشان نبقى واضحين مع بعض يا بنات ونبقى كده. الحاجات اللي انتوا بتسالوا عليها في الكومنتات انتوا عارفين انا برد عليكم وبتابع. انا بسالكم دلوقتي على كل حاجه بتسالوا عليها، لو في اي حاجه بيبقى منكم للي بيتعامل معاكم على الواتس على طول. تمام وانا برضو بفرز الحاجه قبل ما بشحنها. تمام برضو الحاجه تبقى رايحه دي حاجه في وشي انا بحيث ان الزبون برضو يبقى يجي لي تاني يعني، ده حاجه بتاعتي انا يعني. اه طبعا. كمان الطيار هنا يا بنات اسمه معروفه يعني، المكان انا جايباكم في مكان زي علامه تجاريه كده في السوق حلو قوي. تمام شوف الموديل ده زي كده، ده بجيب كده جميل قوي. ده ترتر حلو قوي جميله دي. دي طبعا احنا عارفين في منها الصيفي كمان للي حابب الموديل ده، هو حلو حلو قوي جميل برضو. في التفريج معاكم جميلة قوي حلوة جدا دي برضه 250 بدرجات الوان منها 250 بدل 280 يا بنات. وفي منها الكشمير وفي منها الزيتي وفي منها الرمادي وفي منها البيج وادي الكحلي، في منها الوان كتير جدا برضه. مقاسات او مقاسات اهو. تمام تمام برضه حاجة زي كده، ده نفس الستايل الموديل اللي على حضرتك بس تطريز مختلف. اه هي زيها بالظبط يا بنات بس مفيش مش نفس الشغل. اه تطريز مختلف. كمان هنا استك، انا ما عنديش استك. ماشي حلو قوي. والكم فانوس كمان. اه بصوا حلو قوي دي برضو.
تمام. دي 250 بدل 300. 250 بدل 300. تمام. دي مديم يا بنات، دي اول مقاس كده، في منها مقاسات تانية كمان. ده الموف الغامق، وبرضو في منها الوان تانية. تلبس لحد 130 كيلو بقى. تلبس لحد 130 و30. تمام. ده ستايل زي الموديل اللي حضرتك شفتيه على الملكان. ده زي اللي احنا شفناه بقى، بس ده لون تاني. احنا شفنا منه لون المستار ده تقريبا. بصوا الله، دي مش باينه على فكره بقى على المانيكان. انا عايزه اقول لك بص بقى حلوه ازاي، جميله قوي. برضو التطريز بتاعها ورا، بصوا على الجنب كده، جميله حلوه دي قوي. كم اسكت، بصوا اصلا الكم قد ايه. يعني انا بحب الحاجه بصراحه ابقى انا لابسه الكم معايا مغطيني. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي التفاصيل دي. وبصوا كمان مقفوله من فوق ازاي للناس اللي بتحط حجاب، برضو دي حلوه قوي. كل التفاصيل دي يا بنات بتبقى مهمه. والوان التطريز اللي موجوده، بصوا التطريز عامل ازاي اصلا، مفيش فتل طلع، تقفيل فينش حلو جدا. بصوا كمان انا بقلب معاكم الحاجه موجوده اهو، بقلب الشغل معاكم. بصوا الشغل عامل ازاي من ورا، شغلهم حلو قوي وخامتها جميله جدا. انا شايفه ان دي دراس بصراحه، شكلها حلو قوي. جميله قوي دي يا بنات. دي قلنا كم؟ دي هتبقى 250 ان شاء الله. احنا لغايه دلوقتي في 250 ما عدا الموديل الوحيد ده قلنا. تمام. برضو في حاجه زي كده حلوه قوي. بصوا دي برضو، بصوا كل الشغل اللي عندهم. احنا نسينا بقى الحاجات اللي بتنزل على واسع والكلام ده كله، لا بقت في حاجات لينا نقدر نلبسها براحتنا، جميله جدا. بصوا ولا تروحي بقى تضيقي ولا تعملي، هي العبايه جايه مظبوطه عليكي، جميله جدا. اللون ده حلو قوي، ده جنزاري. ده جنزاري. جميل قوي اللون ده. تلبس لحد 130 كيلو بقى. تلبس لحد 130 كيلو. وبرده يا بنات في منها الوان ثانيه كمان. دي برده زي الكابتشو اللي حضرتك شفتيها برده. دي اللي قلت عليها زي المهير. بس جميل قوي في اللبس. تمام. بصوا بقى يعني هي ايه، تلمي من هنا بقى وتضيقي. بصوا تتلم كده وسوسته برضو للناس اللي هي بتبقى بترضع وكده. بالظبط. والله عايزه اقول كده يعني، بصوا بقى افردها لي تاني. طبعا للناس للعرايس الجداد الكلام ده كله، دي الحاجات دي بتبقى سهله ليهم وخفيفه. معاكي سوسته هنا، تقدري تعملي اللي انت عايزاه لو عندك بيبي او حاجه، وفستان في نفس الوقت. لا جميله جدا وشيك قوي. وبرده في منها الوان ثانيه، احنا شفنا منها اللون النبيتي ده، اللون الزيتي. في منها برده يا بنات الوان ثانيه، درجات الوان كتير قوي. طبعا راجعوا الفيديو هتلاقوني قلت سعرها 250. صح. دي برضو الدرس ده اللون الثاني من الدرس اللي احنا قلنا عليه 300. ده اللون الثاني منه. ايوه درجات الوان كتير برضه. احنا شفنا الاسود في الكشمير. صح. انا حبيت بس افرجك ان في درجات الوان يعني منها كتير. بالظبط. بصوا يا بنات ده كده الاسود في الزهري، واحنا شفنا الاسود في الكشمير. الحزام بتاعها اهو كده بيتلم، هي بقت فستان معاكي. جميله جدا، حلوه قوي دي. في كمان يا بنات الموديل ده، انا عايزه اقول لكم هو واسع جدا، حلو قوي. بصوا واسع قد ايه، والكم كمان بصوا استك برضو حلو قوي. ده بكام بقى؟ ده 250 برضو بدل 280. 250 يا بنات بدل 280. وبرضو في مقاسات تانية وفي الوان تانية ما ننساش. في كمان الموديل ده حاجة زي كده اللي بتحب التطريز الذهبي ده. ده برضو بيبقى حلو قوي في الاستقبال، شيك وحلو كده برضو. بصوا تطريز والخامة نفسها، يعني هي حفر ليزر. حفر ليزر. بصوا جميلة قوي دي يا بنات. والكم يعني هو في تطريز هنا، هم يعني عاملين حاجه خفيفه كده على الكم برضو، جميله قوي. وبرده مقفوله من فوق والتفاصيل اللي احنا بنحبها دي. في منها الوان، عندي درجات الوان ثانيه برضو. تلبس لحد 130 كيلو. تلبس لحد 130 كيلو. الوان ثانيه كمان يا بنات منها. تمام. في ايه كمان؟ في برضو عندي حاجه زي كده. بص النصين ده حلو قوي، ودرجتين الالوان جميله جدا. عندي درجات الوان برضو. طريقة جدا يا بنات، القطيفه بتاعتهم حلوه قوي. بصوا بصوا بتمط ازاي، جميله قوي وطريه. خلينا نشوف التطريز. بصوا لو بقى على الفازلين ده، مفيش فتل طالعه، مفيش اي حاجه. والاوفر اهو، بصوا كل التفاصيل حلوه قوي، جميله جدا. برضو دي ايه؟ دي برضو 250. 300. 250 بدل 300 يا بنات. في منها مقاسات تانية والوان تانية كمان. ده لون تاني، ده اللي حضرتك كنت ده العباية اللي انا بحبها. ده اللون التاني منها، ولسه في منها الوان تانية كمان. بصوا اللون ده انا حبيته قوي، لان طرحته كمان معايا هتبقى جميلة جدا. بصوا التفاصيل، بصوا الكم نازل يعني مظبوط من هنا ونازل على واسع، حاجة بسيطة كده بالتفاصيل. تطريز هنا وهنا طبعا، جميلة قوي دي. احنا دي قلنا سعرها 250. برضو يا بنات في منها مقاسات تانية والوان تانية. ده زي دراس كده.
بصوا يا بنات دي بقى دريس، بصوا جميله جدا، والكم بتاعها النظام الواسع ده برضو حلو قوي مع كوتشي. الحاجات دي بتبقى جميله قوي للبنات، جميله جدا برضو. درجات الوان منها تانية كتير، دي كده الوانها بتبقى ايه يعني، هنا المستردة، المستردة في برضو تغيير في اللون. بصوا المستردة مع الموف، موف ده صح، ده موف يا بنات. بصوا انا عايزه اقول لكم طريه جدا، طريه قوي حلوه جدا دي. درجات الوان برضو منها تانية كتير يعني. تمام، طبعا انتوا هتيجوا هتطلبوا اللي انتوا عايزينه، وانا هسيب لكم لينك التليجرام في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. اللي انتوا عايزينه خشوا على التليجرام، اعملوا خدوا صوره من عليه او خدوا صوره سكرين شوت من الفيديو وابعتها لهم على الارقام اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف، وتواصلوا معاهم. الشحن موجود جوه مصر وخارج مصر. طبعا احنا لو جينا هنا ما ننساش احنا في محل الطيار الدور الثاني، محل 18 في وش الاسانسير، وفي محل الجوكر فاتح جديد تحت، الافتتاح بتاعه كان لسه من كام يوم. دوت في كل حاجه تخص العرايس موجوده فيه، في العبايات تشكيل كامل للعبايات للعرايس. ندخل بقى على نشوف موديل تاني. في كمان يا بنات البشت ده انا عايزه اقول لكم حبيته جدا، حلو قوي وشكله شيك والوانه مع بعضها جميله جدا، وكل الالوان بتاعته حلوه. بصوا اللون اللي موجود ده كمان، بصوا كده. انا عايزه اقول لكم يلبس اي جسم، جميل جدا، حلو قوي ده. ده فري سايز ده ايه بقى؟ قول لي تفاصيله وقول لي كده الدنيا ايه. ده جميل قوي، بصي خامته عامله ازاي، ده حزام كده برضه بتربط. تمام كده، ده يتلبس تحتيه برضه بادي وبنطلون كده. يعني زي ما انا لابسه، انا لابسه على طقم الخروج بتاعي عادي جدا. تمام، في اهو كل حاجه. في اللون الفيروزي برضه ده حلو قوي. عندي منه درجات الوان كتير قوي، انا بوريكي بس لونين منه كده. انا عايزه اقول لكم الوانه جميله جدا، كل الوانه تحس ان هي حاجه ملكه كده. عندي اكتر من 7 الوان فيه. جميل جدا. خامته قطن جميله برضه، يعني قطيفه قطن جميل. حلو قوي. بصوا برضه يا بنات التطريز بتاعهم من ورا جميل جدا. ده كان سعره 330. تمام، عشان برضه متابعين حضرتك هيبقى 270. 270 يعني مش 300. لا 270. الراجل ده مسؤول عن الكلام اللي هو اوعى كده بس اهو، الراجل ده مسؤول عن الكلام اللي هو بيقوله. هتيجوا تاخدوه ب 270. كل الالوان موجوده يعني، في الوان ثانيه غير دول. في الوان كتير. تمام، حلو قوي. عشان متابعين حضرتك. تمام، الله يخليك. بصوا كمان الموديل ده، برضه الموديل ده جميل قوي، عندي برضه درجات الوان منه. بصوا برضه حفر ليزر، وبرده القوم بتاعه عليه شغل على خفيف كده، جميله قوي. الوان برده منها يعني. تمام، بكام؟ ما تمشيش بكام. ده هيبقى 250 بدل 280. بدل 280. تمام تمام، برده حاجه زي كده. بص ده اللي قلت عليه الشكل الثاني من الدرس اللي احنا شفناه، الدرس اللي قلت لحضرتك عليه. بصوا يا بنات الحزام بتاعها جاي من هنا وبتلمي بقى بيها. بصوا الموديل بتاعها جميله جدا، حلو قوي، بدرجات الوان برضو منها. بصوا برضو التفاصيل، الاستك والكلفه اللي موجوده على الكم صغيره كده. عايزه اقول لكم الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. ممكن الحزام يتربط لقدام برضو كده يعمل شكل برضو تاني. ممكن لو تحبي تربطي الحزام لقدام، وهي فيها كمان رابطه من فوق جميله قوي. لو عايزه تربطي الحزام كمان كده من قدام برضو حلو قوي، هتديكي كده وسع شويه من هنا. برضو فكرتها حلوه. تمام، ده احنا قلنا سعره زي التاني. ده سعره 300. تمام اوكي، 330 و340. تمام كده احنا خلصنا كل الشغل اللي موجود. كده احنا خلصنا عليهم وخلصنا على كل الشغل اللي موجود. معانا بقى القمر بتاع المكان دعاء. ازيك دعاء؟ ازيك يا انا، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ورينا بقى الشغل اللي عندك كده. بصي دي كلها كميات موجوده. تمام، عندنا برده مخزن، لو في مثلا كميات عايزه تطلبي مفيش مشكله. كل حاجه طبعا بقلبها بمقاسها بكل حاجه، شغالين من الساعه 10 صباحا ل 9 مساء. من 10 صباحا يا بنات ل 9 مساء، كل حاجه موجود منها مقاسات بالوان، الكميات موجوده، وفي منها مخزن. انا دخلت جوه عشان اوريكم ما شاء الله الشغل اللي موجود. هتقولي ايه يا دعاء؟ من يوم الاثنين لحد يوم السبت، لحد اجازه. طول ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد. احنا هنا في مرصد نووي. مرصد نووي الدور الثاني، محل الطيار رقم طيار فاشون. طيار فاشون. عندنا محل تاني اسمه بلال الطيار والجوكر. واللي افتح يا بنات كان يوم الاثنين اللي فات في محل الجوكر تحت، كل الشغل اللي فيه خاص بالعرايس. طبعا لو عايزه تجيبي انت هاتي براحتك، في موديلات كتير جدا وموديلات مختلفه عن اللي موجوده هنا. تمام؟ ميرسي ليكي يا دعاء. بصي يا بنات بقى الشغل اللي موجود كله ما شاء الله. ده كده هنا اهو الباترينا. دي بس الباترينا. تمام؟
كل ده بقى الظهر بتاعهم، غير ان في مخزن كمان طبعا ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا بنات ان انتوا لما تيجوا تقولوا جايين تبع قناة شيماء الجوهري عشان تستفيدوا بكل العروض اللي موجودة. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. دلوقتي يا بنات احنا اهو دخلنا من مول صدناوي. اول ما تدخلي انا ظهري للبوابة، الجوكر فوق اهو، تمام. احنا هنطلع على السلم دلوقتي وهندخله. دلوقتي يا بنات احنا طلعنا من السلم، السلم هنا عند النور ده كده، دخلت من السلم حولت شمال على طول، هو تاني محل على طول الجوكر اهو. انا عايزه اقول لكم في موديلات حلوه قوي وخامات جامده جدا وموديلات جديده موجوده. Thank you.